المصالح في اللغة جمع مصلحة وهي المنفعة. المصالح لغة جمع لمصلحة تجمع على مصالح وهي المنفعة. والصلاح ضد الفساد لسان العرب. أما المصلحة باصطلاح الأصوليين هي المحافظة على مقصود الشرع، ومقاصد الشريعة كم؟ خمسة. فالمصلحة في اصطلاح الأصوليين، في تعريف الأصوليين، هي المحافظة على مقصود الشرع، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة يسمى مصلحة. كل ما يتضمن حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال إلى آخره من المصالح الخمسة يسمى مصلحة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معرفا المصلحة، قال: المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. كلام مختصر لكن مفيد جدا. المنفعة هي المصلحة، قال هي المنفعة الحاصلة أو شنو؟ أو الغالبة. يعني إذا كانت منفعة أصلا حاصلة ضد المصلحة، أو كانت منفعة حاصلة لكن ما كلية إنما غالبة، وإن كان في نوع من مفسدة لكن الغالب هو المنفعة، دي طوال تسمى شنو يا جماعة؟ مصلحة. ده عند شيخ الإسلام ابن تيمية. أما المفاسد، الكلام ده كله عن المصالح. أما المفاسد في اللغة جمع مفسدة، وهي ضد المصلحة، وهي ضد المصلحة. من فسد، من شنو يا جماعة؟ فسد بمعنى بطل واضمحل وتغير. بطل واضمحل وتغير، هذا من لسان العرب. أما المفسدة في اصطلاح الأصوليين تعريفه سهل جدا. قلنا المصلحة عند الأصوليين شنو؟ المصلحة المحافظة على مقصود الشرع، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم إلى آخره. طيب المفسدة في اصطلاح الأصوليين كل ما يفوت الأصول الخمسة. الأصول الخمسة يا ترى؟ حفظ الدين والنفس إلى آخره. المفسدة هي كل ما يفوت الأصول شنو يا جماعة؟ الخمسة التي ذكرت: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. والمفسدة في اصطلاح العلماء بمعناها العام هي الألم أو سببه، أو الغم أو سببه. طيب قواعد في المصالح والمفاسد مهمة جدا. أولا: كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فمصلحته راجحة، وكل ما نهى عنه فمفسدته راجحة. كل ما أمر الله به فمصلحته راجحة، وكذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل ما نهى عنه فمفسدته راجحة.
الصلاة مثلا، الصلاة دي يا جماعة فيها نوع من المشقة والتعب فيها، الصيام فيه نوع من المشقة والتعب فيه، الحج فيه نوع من المشقة والتعب فيه، ولكن المصلحة في هذه كلها راجحة ولا ما راجحة؟ راجحة، لأنه أمر الله بها، فكل ما أمر الله به فمصلحته راجحة. طيب المحرمات، شرب الخمر فيه مصلحة ولا ما فيه؟ فيه، وهي اللذة الحاصلة بشربه، وكذا الزنا أيضا اللذة الحاصلة بسببه وغير ذلك، ولكن لما كانت المفسدة والمضرة فيها أرجح نهى الشارع عنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يجوز، اسمع الكلام ده كويس، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه، وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة، وإن ظن ذلك فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك أو فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك بالشرك والكفر والبدع أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. قال، وده الشاهد في نهاية الكلام الجدة، قال: فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة، وده محل الشاهد. وهذه الجمل لها بسط لا تحمل هذه الورقة، والله أعلم. والكلام الأول ده فيه فوائد، إن الإنسان، بعض الناس، الواحد لو كفر أو أشرك ممكن يحصل له نوع مصلحة، مثلا لو واحد قال له أو جماعة قالوا له: لو كفرت بنديك المليار ده مثلا، وكان زول أصلا إيمانه تعبان كفر ادوا القروش، كونه أخذ القروش دي مصلحة، وكونه كفر دي مفسدة، أيهما أعظم وأربى وأرجح؟ المفسدة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أحيانا الإنسان بسبب معصية أو كفر أو شرك قد يحصل له نوع مصلحة، لكن مفسدة الكفر والشرك والبدعة أعظم، لذلك لا يعبد الله بهذه المعاصي وبهذه البدع سبحانه وتعالى. لكن إحنا شهدنا من كلامه، كلام شيخ الإسلام في النهاية قال: فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة، مجموع الفتاوى الجزء الأول. طيب القاعدة الثانية: حصول الغرض أو المنافع ببعض الأمور لا يستلزم إباحتها. عرفنا أين تعرف المصلحة هي شنو عند الوصوليين؟ أيوة يا جماعة، واحد انتم تتكلموا ونجرر كده كله زول، انا ما فاهم ذاته الحاصل. ايوه ايوه، وتعريف عند الاصوليين. ايوه ايوه، مقصود الشرع، وهي باقي الكلام ايوه، ولا لا لا الدين والحاجه، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم ومالهم وعقلهم وعقلهم شنو؟ ونسلهم. طيب دي الخمسة أحياء، طالما عرفنا أنه ده تعرف المصلحة، هنا في استدراك مهم في القاعدة دي، قال: حصول الغرض أو المنافع
ببعض الأمور لا يستلزم إباحتها. التعريف ده وتعريف المصالح ده إنه يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وإلى آخره، ما يفهم منه إنه أي حاجة يحصل لك بها منفعة طوال دي شنو؟ مصلحة. عشان كده جبنا القاعدة دي، حصول الغرض أو المنافع ببعض الأمور لا يستلزم إباحتها، وكذلك العكس، كذلك حصول بعض المضرة ببعضها يعني ببعض الأمور لا يستلزم تحريمها. كما ما أي شيء حصل لي به نوع بتاع ضرر معناته الشدة حرام، صحيح ولا ما صحيح؟ لأنه الحج الآن فيه تعب ولا ما فيه تعب؟ تعب، وهذا نوع مفسدة. ولكن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، ده الحج كله أجره، من أجر الحج، من أجور الحج في بعض النصوص. خليك من بعض أعمال الحج جوا الحج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما رميك الجمار، حديث عبد الله بن عمر، حسن الألباني في صحيح الترغيب، حديث طويل بيبين فضائل عظيمة جدا للحج وأعمال الحج عمل عمل. لما تكلم عن رمي الجمار بس قال: وأما رميك الجمار فإن لك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من من الموبقات، كبيرة ومن الموبقات كمان. دي بس رمي الجمار، خلي باقي الأعمال في الحج. يبقى دي مصالح أرجح من مفسدة التعب والمشقة والعنة الحاصل للحج، ولا ما أرجح؟ أرجح. يبقى ما أي حاجة أنت حصل لك فيها نوع مضرة تقول معناته أيوه مصالح مفاسد معناته حرام، وأي حاجة حصل لك بها نوع مصلحة أيوه مصالح مفاسد أيوة معناته حلال مصالح مفاسد. ودي طريقة الحزبين. شفت موضوع المصالح المفاسد ده؟ سفوا الدعوة جيت كلها، قالوا مصالح مفاسد جيت بلعوها شربوا هراموا. مصالح مفاسد مجل الصوفية، مصالح مفاسد دخلوا الكنيسة، مصالح مفاسد واحد جهامة منهم زي الدولاب الموسكي قال أنا لا مانع في زيارة القبب مع السياح، مصالح مفاسد. يبقى المسألة عندك نيمة، عندها ضوابط نحن درسناها لأنه ذي من الدين والدين كله قائم عليها المصالح مفاسد. واحد، اثنين، لأنكم انتم دعاة وطلاب علم بتحتاج إنك تكون فقيه بمعنى الكلمة في موضوع المصالح المفاسد. حتى لو علمك قليل اللي بتقدمه للناس، إذا أنت فقيه بهذا الفقه بتنفع الناس بحدود علمك، لكن بحدود ما تعلمت. طيب قلنا حصول الغرض أو المنافع ببعض الأمور لا يستلزم شنو؟ إباحتها. وكذلك حصول بعض المضرة ببعضها لا يستلزم تحريمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فحصول الغرض، يعني دارنا نجيب من كلام شيخ الإسلام على هذه القاعدة، قال: فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته. كلام واضح مش كده؟ وإن كان الغرض مباحا فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحتي. أحيانا أعيد ثاني. طيب فحصول الغرض يقول ببعض الأمور لا يستلزم إباحته. عملت لك أمر من الأمور حصل لك الغرض بتاعك، ما معناته ده في الشريعة شو؟ مباح. وإن كان الغرض مباحا، حتى لو كان هو ذاته مباح، لكن أحيانا يكون في نفس الأمر مفسدة أعلى فيحرم لوجود شنو؟ المسألة. قال: وإن كان الغرض مباحا فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحتي. وحجيك الأمثلة. قال: والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وده الأصل الذي بنيت عليه الشريعة، تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.
ليه قال وتقليلة؟ تعطيل المفاسد وتقليلة. أحيانا ما تقدر تعطل المفاسد لكن شنو يا جماعة؟ تقللها. وأحيانا ما تقدر تحصل كل شنو؟ المصالح لكن بتكملها، ما بترتك تتم وتحصلها كلها لكن بتكملها. وأحيانا ما بتقدر تدرى وتمنع جميع المفاسد لكن شنو؟ بتقللها. وده بيواجهك الآن في أهلك، البيت ما بيتك، بيت أبوك، أبوك حي ما عندك إمرأة على البيت، صحيح ولا ما صحيح؟ إنما عليك النصيحة فقط. الجماعة قالوا جايبين مداحين، وعندك أخوك شفاتي قال لا ديل ناس قدام، ما منعوا مجان صوفية بس قال ديل ناس قدام وجدودنا زمان وكده، فقال دايرين منو كده جبرة أو منو كده خورطقة، المهم فنان. إذا قدرت تمنع الاثنين فده الواجب، صحيح ولا ما صحيح؟ لأنه ده شرك وده من الكبائر، الغناء محرم، فالأصل إنك تمنع الاثنين إذا استطعت، ده الأصل. ونحن هو نقول ده القاعدة بتاعت الدجال، الدجال ده بالمناسبة أصل قواعد فاسدة، قلت اركب البوز وزياحي وتلقوه مشغل شنو؟ العجب حبيبي، قال خليه خليه، وقال تقول له علي الصوت، قال لأنه قال ممكن يشغل لك الأبر ومرو، منو قال لك ممكن ما يشغل؟ هو يا جماعة أنت ما بتصير للمفسدة الأقل إلا إذا حصل شنو؟ تعارض مش كده؟ والثو يعني المفسدتين حاصلات، وكان لابد من واحدة، هنا بيصير لشنو؟ للأقل، لكن واحدة شغالة وغلب على ظنك إنه ده ما عندهم شغلة بيداك بالشرك، ما يوقف ده ذاته الحرام. عرفت الكلام كيف؟ فزول ما يكون بليد، ذاك ما بليد ساكت ما أخذها عن طريق. المهم قال والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. قلنا إذا كان لابد من اثنين بتخلي شنو؟ الله خفة إذا كان لابد، لكن إن ولكن الأصل إنك تمنع كل شنو؟ كل الحرام. لكن إذا تعارضا وكان لابد من أحدهما، لابد دي خد تعتها خط، كان فعلا لابد من أحدهما، هنا بتصير لشنو يا جماعة؟ للأقل. ده الدين كده. وإذا صرت للأقل قلت لهم خلاص، قالوا لك بس يا ده يا ده ما في طريقة، قدر ما حاولت بجاي ما لو مش تعال تاني، ما شرط طوال تقول خلاص غنى، مش تعال تاني أمنع الغنى ومش تاني. في النهاية إذا بقى يا شرك يا معصية خليها تكون شنو؟ معصية. طيب أنت هنا ما أمرت بمعصية، في النهاية الغنى مفسدة، هل أنت آثم؟ شيخ الإسلام حجي قاعدة قدام قال ما آثم وإن سميت معصية، قال أنت ما آثم بل تؤجر على ذلك، لأن الشريعة قامت على ذلك، على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد، وإذا ما قدرت تعطيلها كلها شنو؟ تقللها وتقليلها. طيب قال شيخ الإسلام والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. كذلك عندك مسجد في الحلة جابوا إمامين، أنت عارف ده زول مشرك عديل، وين ركب المنبر ده بيعلم النازل الشرك وزول مسلط وبيأصل لهم تأصيل عجيب، والنازل عوام جهلة، وفي إمام تاني ما مشرك لكن مسلم لكن عنده بدع دون الشرك، انت تحاول تشيل الاثنين وتنصحهم الاثنين ما نافعين، لكن لو كان لابد من احدهما لابد من احدهما فانت رايك يكون شنو يا جماعه؟ الاخف. ويجي يوم من الايام ربنا يشيل لك الاخف بدعه والاخف معصيه ذاته، ربنا يبدل لك الحال لما هو احسن، فده فقه المصالح والمفاسد. لكن ده اذا تعارضت، اما اذا قدرت تعطل كل الباطل، الاصل انك تعطل شنو؟ كل الباطل. طيب قال شيخ الإسلام والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فجميع المحرمات، شوف بعد ده يمثل لك، من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، زي ما قبيل نقل الكلام وبيناه، لكن لما كانت مفاسدها راجحة
على مصالحها نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها. كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، يعني فيها نوع مضرة. الجهاد ربنا قال وهو كره لكم، صحيح ولا ما صحيح؟ فالقتال والجهاد النفوس في أصلها تكرهه، خلاص، وهو كره لكم، فده نوع بتاع مضرة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قال قد تكون مضرة، لكن لما كانت مصلحتها راجحة على مفسدتها أمر به الشارع. وهكذا الدين كله يا جماعة. إنفاق الأموال، أنت عندك مليون جنيه خدتها في البيت، كونك تنقصه ده فيه نوع بتاع مضرة، لكن كونك حتكسب أجر في الآخرة، وكونك ربنا قال فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ربنا يديك مليونك ده في الدنيا هنا برضه مضاعف، دي مصلحة ولا ما مصلحة؟ وفي الآخرة مضاعف حسناته، صحيح ولا ما صحيح؟ دي مصالح كلها هنا في الدنيا وهناك في الآخرة. المصالح دي أعلى من شنو يا جماعة؟ مضرة إنها نقصت 200 جنيه 100 جنيه 50 جنيه 20 جنيه. وعلى هذا قامت الشريعة، مجموعة الفتاوى. طيب الزمن كيف يا شيخ أبو بكر؟ فضل زي كم؟ 12 دقيقة. طيب المصلحة المحضة نادرة، الكلام ده يا جماعة يعني أنا حاولت أجيبه مرتب قبيل القاعدة اللي قبل القاعدة دي طوال الحصة درسناها، إنه أي حاجة فيها نوع مصالح ومفاسد ومضار وملاذ، لكن في النهاية اللي بيغلب الشريعة بتبيح وتأمر بما غلب شنو؟ نفعه ومصلحته، صحيح؟ القاعدة اللي بعدها توالي المصلحة المحضة يعني الكاملة نادرة، نادرة، فدي مكملة للقاعدة اللي قبل. المصلحة المحضة نادرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصلحة المحضة نادرة، فأكثر الحوادث فيها ما يسوء ويسر. أكثر الحوادث فيها ما يسوء وفيها ما شنو يا جماعة؟ ما يسر يعني يفرح. فيشتمل الفعل على ما ينفع ويحب ويراد ويطلب، وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع. فالمصلحة المحضة ما لا يا جماعة؟ نادرة. أنواع وصور التعارض مع الأمثلة، وده كلام جابه شيخ الإسلام في المجلد 20 من مجموعة الفتاوى. الكلام ده زول لو فهمه هو خلاصة موضوع المصالح والمفاسد فيما أعلم والله أعلم. الكلام الجاي ده بس اسمعوا كويس، وكلام يعني ما طويل شديد وما قصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فالتعارض، يعني قلنا فقه التعارض المصالح والمفاسد، صح؟ يلا ده نبدأ لك من التعارض ذاته وأنواع التعارض. قال فالتعارض إما بين حسنتين، وكلمة حسنتين يعني مصلحتين يعني، ومرات مفسدتين ومرات يقول سيئتين للمفسدتين. طيب قال فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما، دي الحالة الأولى، الحالة رقم واحد في أنواع التعارض. النوع الأول من أنواع التعارض يكون بين حسنتين يعني مصلحتين يعني منفعتين، وفي نفس الوقت ما نقدر نجمع بيناتهم، يعني ما نقدر نفعل المنفعتين، لأنه الأصل إننا كما قال الله عز وجل واستبقوا الخيرات، إن زول يعمل الخير البلقى كله. لكن أحيانا يتعارضوا خيرين أو مصلحتين ما تقدر تفعلهما الاثنين، ده النوع الأول من أنواع التعارض. قال شيخ الإسلام فالتعارض إما بين حسنتين لكن معلوم لا يمكن الجمع بين، لأنه لو يمكن الجمع بينهما ما في تعارض أصلا، لو يمكن الجمع بينهما ما في تعارض.
طيب في النوع الاول ده كده براكم كده تسوي شنو؟ اذا في مصلحتين قلنا الاصل انك تعملهم الاثنين، ما قدرت تعملهم الاثنين معناته ديل شنو؟ متعارضات، معناته لازم تعمل واحده. كيف هتتصرف؟ كيف قبل ما نقرا كلام شيخ الاسلام؟ ها طيب نعم احسنتم. قال شيخ الاسلام: فالتعارض اما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم احسنهما بتفويت المرجوح، زي كلامكم هنا بيتقدم شنو؟ الاعلى الاحسن، وبتفوت شنو؟ المرجوح، يعني الادنى. يعني ده النوع الاول من انواع التعارض. قال: واما بين السيئتين، يعني مفسدتين، لا يمكن الخلو منهما. لانه لو يمكن انا اخلي المفسدتين يبقى ما في تعارض، بخليهم الاثنين. وده الاصل، انك بتخلي جميع المفاسد وجميع المنهيات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب قال: وإما بين سيئتين، لكن شنو؟ لا يمكن الخلو منهما، لازم تقع في واحدة. هيجيب لك الأمثلة على أي نقطة مع شيخ الإسلام ابن تيمية، وأحيانا في نقطة يجيب لك مثالين وثلاثة من أروع الأمثلة. طيب قال: وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع، الحل شنو؟ فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. في السيئتين والمفسدتين بتعمل شنو؟ بتدفع الأعلى وتفعل شنو؟ الأقل. لكن شيخ الإسلام ما قال تفعل الأقل. شوف الرجل ده عالم كيف؟ قال باحتمال أدناهما، يعني لو لقيت طريقة تخلي الأصغر ذاته ما مفسدة في النهاية وسيئة، لو في طريقة بزادة تخليها. عشان كده قال لك باحتمال. طيب وديك شغالين ساكت يقول لك لا تقع في الصغيرة، لا باحتمال صغيرة. الدجال وجماعة. وإما بين حسنة وسيئة، ده نوع التعارض رقم كم؟ ثلاثة. وإما بين حسنة وسيئة، هذا يختلف هنا. تعارض بين حسنة وسيئة. طيب تعارض بين حسنة وسيئة، ما عمل الحسنة وخلي السيئة، لكن قال في حالة لا يمكن التفريق بينهما، ما تقدر تفرقهم من بعض. أها فعلت دي مستلزم ده أو فعلت مستلزم ده. قال بل، وذكر كلامنا، قال لا يمكن التفريق بينهما بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة. هديك مثال بعد شوية هيتضح الكلام كله. وترك السيئة، إذا قلت تفعل الحسنة هتقع في شنو برضه؟ السيئة. وإذا قلت تترك السيئة، قال وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة. وترك الحسنة ذات مفسدة لو ما مفسدة؟ مفسدة. طيب هنا تعمل شنو؟ قال شيخ الإسلام: فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة. في النهاية في الحالة دي بالذات الرابعة دي، إذا فعلت الحسنة قال لك مستلزم للسيئة، وإذا فعلت تركت السيئة هتترك شنو؟ الحسنة. هنا بيشوف يا تفيوم الأعظم الأرجح الأنفع، تفعل الحسنة بسيئتها ولا تترك شنو؟ السيئة مع ترك الحسنة. ده معنى كلامه. طيب يلا بعد الأمثلة الشيخ طوالي جاب لك. قال فالأول، المثال الأول كالواجب اللي هو التعارض بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما، قال كالواجب والمستحب، ده مثال له، وكفرض العين وفرض الكفاية، مثل قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع. طيب قلنا التعارض، النوع التعارض الأول بين شنو يا جماعة؟ حسنتين. ابن تيمية قال فالأول كالواجب والمستحب، الواجب حسن ولا ما حسن؟ حسن. والمستحب اللي هو المندوب حسن ولا ما حسن؟ حسن.
ده مثال قال لك. طيب قال النوع الأول فالتعارض إما بين حسنتين، أنا برجع عليك عشان تتابع معي، حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح. طيب قال وكفرض العين وفرض الكفاية، فرض العين وفرض الكفاية ده زي شنو؟ قال شيخ الإسلام مثل قضاء الدين المطالب به، لأنه زاد دين وصاحبك صاحب الدين بيطالبك به، صاحب الدين بيطالبك به، ده بيقع عليك شنو يا جماعة؟ ده بيقع عليك فرض عين. قال مثل قضاء الدين المطالب به على صدقة شنو؟ التطوع. الدين وانت مطالب به وصاحبه مطالبك وعندك موجود، ده واجب عليك تسدده ولا ما واجب؟ واجب عليك تسدده. هنا وصدقة التطوع عندك 50 جنيه وزول داير منها 50 وساكيك وعندك 50 ما معدم انت، وفي مسكين هنا جاء في الجامعة قال داير 50 حق علاج ولده، تقدم يا تو الدين المطالب به ده أوكد وده واجب عليك انك شنو تسدده. طيب قال والثاني كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين، وتقديم نفقة الوالدين عليه. نفقة الأهل وكذلك نفقة الوالدين ده واجب عليك ومقدم حتى على النفقة في نوع من الجهاد، الجهاد يا تو الذي لم يتعين، لكن الإمام إذا عينك أو استنفرك هنا الجهاد بقى عليك شنو؟ بقى شنو؟ بقى فرض عين. شيخ الإسلام ما بيتكلم عن الحالة دي، الإنفاق في الجهاد في الحالة دي، إنما الإنفاق في الجهاد الذي لم يتعين يكون اختياري للناس، في حال الجهاد يكون اختياري. فالنفقة على الأهل وعلى الوالدين أولى من النفقة بشنو يا جماعة؟ في الجهاد الذي لم يتعين، وكذلك النفقة على الوالدين. قال شيخ الإسلام كما في الحديث الصحيح أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأعمال، أعمال البر، فجعل بر الوالدين أهم وأولى وأوجب من شنو يا جماعة؟ من الجهاد، لأنه قال قلت ثم أي، قلت ثم أي، وثم تفيد الترتيب مع التراخي، فجاء الجهاد بعد شنو يا جماعة؟ بعد بر الوالدين، والإنفاق على الوالدين من البر، فالإنفاق عليهم وعلى الأهل مقدم على الإنفاق على الجهاد الذي لم يتعين. طيب ده كله في التعارض بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنها بتفويت المرجوح. أما التعارض الثاني قال إما بين حسنة وشنو يا جماعة؟ سيئة لا يمكن التفريق بينهما. شوف المثال اللي جابه، قال شيخ الإسلام المثال كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب كما فعلت أم كلثوم وهي بنت عقبة ابن أبي معيط المشرك المعروف. بنت أم كلثوم حصل قدامها مفسدتين، المفسدة الأولى إنها تقعد مع كفار قريش في مكة ويفتنوها عن دينه وبالذات أبو هذا. المفسدة الثانية والمسلمين هاجروا، والمفسدة الثانية إنها تهاجر للمدينة بلا محرم. بمفسدة لما مفسدة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي رواية قال مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. طيب وبقى مع المشركين مفسدة لما مفسدة؟ مفسدة. فقدمت هذه الصحابية الجليلة المفسدة الأقل وهي السفر بلا محرم في هجرتها على المفسد الأعلى وهي البقاء مع المشركين، لأن البقاء مع المشركين مفسدته على كيف؟ تفتر عن دينه، تفتر عن دينه وعن الإيمان وعن الإسلام. فسافرت وما نهاها النبي عليه الصلاة والسلام. شكد الشيخ الإسلام ابن تيمية جاب المثال ده لي قال وإما تعارض
النوع الثاني من التعارض قبيل، متذكرينه؟ قال إما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. دلفعلت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهل هي آثمة هنا؟ ما آثمة، لأنه ما أمكنت الخلو من أحد المفسدتين. لازم تقع في واحد. إذا قعدت أقامت بين أصول المشركين وبيفتنوا عن دينها، إذا سافرت ما لقت واحد من محارمها يسافر معاها، مفسدة سفر بلا محرم، فقدمت المفسدة الأدنى وأقرها الشرع على ذلك. طيب، وده مثال عجيب جدا من شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن لاحظ هذه المرأة الصحابية الجليلة ما قدمت المفسدة الأقل إلا لما شنو يا جماعة؟ تعارضت المفسدتين. ودي حتة مهمة جدا جدا، وده ضابط مهم. قال شيخ الإسلام: كتقديم المرأة المهاجرة لآخره، كما فعلت أم كلثوم التي أنزل الله فيها آية الامتحان في سورة الممتحنة. طيب، قال مثال ثاني في التعارض بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما، لا بد تقع في وحده. قال: وكتقديم قتل النفس على الكفر، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل. ده ما حتفهم إلا تصبر، نكمل باقي الكلام ده بالذات. كتقديم قتل النفس على الكفر، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة عن الكفر هنا والشرك. قال: فتقتل النفوس، بعدها أنت حتفهم الكلام المقصود، فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان، لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس. كون المسلمين يجاهدوا الكفار ويقتلوهم، ده ما قتل نفس، لكن ربنا أباحوا، صحيح ولا ما صحيح؟ وأوجبوا في حينه وبشروطه، خلاص، وفي حالات ربنا أوجبوا، صحيح ولا ما صحيح؟ لكن هو أصلا قتل نفس ولا ما قتل نفس؟ قتل نفس، لكن ربنا سبحانه وتعالى أثاب المؤمنين عليه أيما ثواب، وجعله الجهاد في سبيل الله. ليه؟ لأنه وإن كان قتل نفس ولكنه يدفع مفسدة وسيئة وضرر أكبر من ضرر قتل النفس، وهو الكفر والشرك. والدليل بتاع شيخ الإسلام، ربنا قال: والفتنة، يعني الكفر، يعني الفتنة في الآية يعني الكفر، والفتنة أكبر من شنو؟ القتل. عشان كده في بداية الآية ربنا قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. طيب، قال: فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان، لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. مثال ثاني لتعارض المفسدتين والسيئتين، قال: وكتقديم قطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب على مضرة السرقة والزنا والشرب. ربنا سبحانه وتعالى قدم قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الشارب على مضرة شنو؟ السرقة والزنا والشرب. قال: وكذلك سائر العقوبات المأمور بها، فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة وفيها ضرر، لدفع ما هو أعظم ضررا منها وهي جرائمها، إذ لا يمكن دفع الفساد الكبير إلا بهذا الفساد يا جماعة الصغير. وأما الرابع على شنو؟ الصورة الرابعة من صور التعارض، داري مسل لها آخر حاجة. قال: فمثل أكل الميتة عند المخمصة، المخمصة الجوع يعني. طيب، فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة. السيئة شنو؟ أكل الميتة، صحيح؟ طيب، قال: فمثل أكل الميتة عند المخمصة، فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة. ده لشنو يا جماعة؟ للرابع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: قال: وإما بين حسنة وشنو يا جماعة؟ سيئة، لا يمكن التفريق
بينهما. دي الصورة الرابعة من صورة التعارض. جاب لها مثال قال مثل أكل الميت عند الجوع، فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجعة. هنا تعارض لنا حسنة وشنو يا جماعة؟ مسيئة. الأكل شنو؟ حسنة، لكن الميتة دي مالها؟ سيئة. فما ممكن الإنسان يدفع عن نفسه ما ممكن الإنسان يتحصل الحسن اللي هو الأكل ويحفظ نفسه، دي حسنة أيضا واجبة، إلا بفعله لهذه السيئة اللي هو أكل شنو؟ الميتة المحرمة. فأباح الله عز وجل هنا، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وغيرها من الآيات. نقف لحد هنا، والدرس الجاي بنكمل إن شاء الله.